يقول إذا حلف شخص على القرآن الكريم أن يفعل كذا ثم وجد ما هو خير منه فترك العمل بما حلف عليه فهل عليه كفارة يمين؟ أولا الحلف على القرآن هذا غير مشروع، وهذا إنما يفعله بعض الجهال، فلا يحلف على القرآن الكريم. ثانيا إذا حلف على ألا يفعل شيئا ثم بدا له أن فعله أحسن فإنه يفعله ويكفر عن يمينه، بقوله صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. نعم.